ده بس السابليه الفستق والبندق جريز. تمام ده حلو قوي. التشكيله بتاعتهم بص عامله ازاي، جميله ما شاء الله. تمام حلو قوي دي. طول شايفين التشكيله اصلا حلوه جدا تحفه. ماشي تمام. يعني بصوا تشكيله ما شاء الله حلو قوي. طبعا الشوكولاته كده كمان حلو. عارفه تشكيله سابليه باعلى جوده من الجمهوريه وارخص سعر في مصر. حلو قوي دي ما شاء الله. لا جميل قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ارخص مكان ممكن تشتري منه مخبوزات العيد، الكعك، البتفور، الصابليه بكل انواع، ارقى تشكيله من الصابليه هتلاقوها موجوده عندهم. وكمان سعر الكعك اسعار خياليه مش موجوده في اي مكان. وكمان في عرض عاملينه على العلب هقول لكم عليه طبعا في الفيديو ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو وما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم من بيت العيله الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. وطبعا في عبوات سعرها 50 جنيه. تابعوا معايا الفيديو النهارده. يعتبر دي ارخص فرن لتبيع الحاجات العيد كلها، فعلا حاجتهم كلها خاماتها كلها كويسه ويعتبر ارخص فرن انا بصراحه بقابلها. تعالوا هنتابع كده الاسعار مع بعض ونشوف كل حاجه سعرها كام النهارده مع بعض. السلام عليكم. ازيك يا حازم عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ايه الاخبار النهارده؟ عايزين نعرف كده اسعار الكعك والبسكوت والحاجات دي كلها. طبعا اسعار الكعك حاجه كويسه ان شاء الله هتشرف الجو. طب تعالى كده نورينا كده الحاجات الموجوده عندكم ان شاء الله ونشوف اسعارها. ايه يلا يا كده نشوف اللي موجود. بسكوت لوكس بالزبده الصفراء، بسكوت جوده مختلفه خالص، موجود منتجات بالزبده الصفراء الصفراء يعني ده بسكوت بالزبده الصفراء. منتجات بالزبده الفرن الصفراء. تمام ده اللي هو المكتوب عليه بسكوت لوكس. ماشي على كام؟ قول لي بقى على كام. كيلو عامل 80 جنيه بس ارخص سعر في مصر. تمام يعني 80 جنيه سعرها. وده برده البسكوت اللوكس 80 جنيه. معانا بسكوت هنا بالفرماسي. هتعجبك قوي قوي قوي. اللي هو بالفرماسي اللي هو البتفور. بالزبده الفرن يا جماعه برده. على كام ده؟ بكام البتفور يا حازم؟ البتفور الكيلو عامل 90 جنيه بس. بكام؟ 90؟ 90 تمام. البتفور هنا بالمربى. ده حلو قوي ده. هتعجبك قوي قوي هتشرفك. تمام. بالكريز طعم لا يوجد عليه اثنين. تمام ده اللي هو البتفور اللي بالكريز وبالمربى. 90 برضه. برضه عامل 90 جنيه. تمام. الكعك بالسكر برضو يا جماعه. هم السمنه بيستعملوا زبده فرن. زبده فرن وسمنه جنه حاجه. وسمنه جنه. تمام حلو قوي. الكعك برضو سعره كام يا حازم؟ الكعك ب 70 جنيه بس. الكعك ب 70 جنيه. في غريبه. ودي الغريبه خلاص مش لازم تفتحها. بصوا شكل الغريبه طبعا عامله ازاي؟ حاجه. تمام دي الغريبه يا جماعه. سعرها كام الغريبه؟ 80 جنيه بس. ده كام؟ 80 جنيه. 80 جنيه الغريبه برده 80 جنيه. الكوكيز بالزبده الصفراء. كيلو عامل 90 جنيه بس. تمام. دي تحت ساده. 85 جنيه بس. الكعك الساده ب 85. حاجه فوق الجوده الاولانيه. تمام هو شكلها باينه حتى الحبيبات يعني الحبه بتاعتها صغيره وحلوه. دي بسكوت لوكس بالشوكولاته. الزبده الفرن الصافي برضه. تمام ده بكام؟ كيلو عامل 80 جنيه بس. 80 جنيه حتى لو هو بالشوكولاته او اللي هو الساده ب 80. تمام. الاولاني او اللوكس. تمام ماشي. ده اللي هو بسكوت البرتقال يا جماعه ده على كام؟ كيلو 70 جنيه بس. ب 70 تمام. بسكوت البرتقال يا جماعه ب 70 جنيه. طبعا ما شاء الله تبارك الله هم بيبقى عندهم الكميات اللي انتم محتاجينها وعندهم الحاجه الخامه. شايفين شكل البسكوته طبعا تحفه. تمام اللي هو بالنشادر او بالبرتقال او اللي هو بالشوكولاته. تمام ماشي. ده اللي هو بالشوكولاته برضه. شوكولاته ده على كام؟ كيلو ب 70 جنيه بس. ده برضه ب 70 جنيه يا جماعه. تمام. بصوا برضه ده كل اللي هي البتفور والغريبه اللي احنا شفناها جوه برضه بنفس السعر اللي احنا شفناه. والبتفور اهو زي ما انتم شايفين ب 90
وطبعا في الميليه وفي كل حاجه موجوده هنا، ويعتبر كل المخبوزات موجوده، يعتبر ارخص سعر بصراحه يا جماعه كخامه وسعر تحفه. برضو هنا في اللي هو الكعب الغزال، على كام يا حازم الكعب الغزال؟ كعب الغزال ب60 جنيه بس. ب60 جنيه كعب الغزال يا جماعه، بالزبده الفرن طبعا، والمنيه الساده تمام تمام، وفي طبعا المنيه بالعجوه وكل حاجه تمام. برضو عايز ابص كده عند الحاجات اللي جوه عندكم. بصوا بقى تشكيله البتفور، في حاجات طبعا بتفور تانية اهي، بتفور بلح بالشوكولاته. ده ايه بتفور بلح بالشوكولاته؟ بالشوكولاته بكام ده؟ كيلو عامل 100 جنيه بس، اللي هو يعتبر اعلى درجه من اللي احنا شفناه بره. برضو دوت اللي هو ايه ده؟ السابليه والفز والبندق كريز تمام. ده حلو قوي التشكيله بتاعتهم، بص عامله ازاي جميلة ما شاء الله. تمام حلو قوي دي. ده على كام المنيه ده؟ ده كيلو ب110. السابليه كيلو ب110 الزبدة. تمام، ده بالزبدة الصفرة برضو. شايفين التشكيلة اصلا حلوة جدا تحفة. ماشي تمام، يعني في بصوا تشكيله ما شاء الله حلوه قوي. طبعا الشوكولاته الجدا كمان جميله. عندنا ارقى تشكيله سابليه باعلى جوده ممكن وارخص سعر في مصر. حلو قوي دي ما شاء الله. لا جميل قوي يا حازم ما شاء الله. تمام متشكرين يا سيدي. طبعا عندكم هنا الفيش العادي والفيش الصعيدي بكام برضو؟ 50 جنيه. 50 يا سيدي، شكرا، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويعود عليكم الايام بخير. عايزين برضو رقم الكارت، عايزين الكارت بتاعكم عشان اللي عايز يجي. تمام تمام. برضو قول لنا المكان هنا للي عايز يوصل لك هيجي ازاي؟ العنوان مدينه نصر الحي العام قدام مستوصف في مركز الطب. تمام ماشي يا سيدي، شكرا متشكرين. وادي الرقم اهو كمان هثبته على الفيديو ان شاء الله. ماشي، عروض كمان بيبقوا عاملينها للي عايز كميات، وفي العبوات بتبقى مشكله سعرها 50 جنيه، لو العبوه متشكله سعرها 50 جنيه. باي باي، مع السلامه.